سند عم تونس حب من حب وكره من كره. بارك الله في رسالة لشكون موجه؟ يرحم والدي للعباش اللي يدوروا بتونس. شنو على شكون؟ للفرنسيس مثلا، للانجليز، للامريكان، الكل قالوا براو نحن مع تونس وتضربونا على الطيار. هاوش قال لهم بالضبط هكا بصريح العبارة، بالضبط بصريح العبارة. وبارك الله في سيادته، ونحن تونس في السياق اللي استضعفت فيها تونس من طرف الكثير من الأوباش في الداخل والخارج. نحن كي نلقوا الشقيقة الجزائر، وما أدرك ما الجزائر، بن علي يحكم تونس لأنه الجزائر معاه، ولأنه إيطاليا معاه، ولأنه المحيط بتاعه الإقليمي معاه. ونتصور أنا يعني لقيت اليوم رئيس قيس سعيد عنده نعم دعم الجزائري، نعم وقال عليه يعني قال قال فما سيادة المذيع قال نحن ما نتعاملوش مع المنظمات، تعاملوا مع رأس الدولة، مع دولة. نحن دولة تعاملوا مع دولة، أما المنظمات الأهلية وغير الأهلية والمدنية هذيك ما نحبوش نتعاملوا معها، باش ما نظهروش أنه ندخلوا في الشأن الداخلي. موقف يحتسب للجزائر مع تونس، ممتاز. بارك الله فيه ويرحم والديه أبو طبول. تونس أمنيين رانا هنا، تونس دولة حرة